ابدا بذكر الله قبل بدع الجزائل ثم الصلاة على النبي ما هلت المخايل وما برق ظهر من بعدها يا مرحبا بكل القبائل بحلة اهل الطيب مركز الجمايل اهلا بمن حضر الضيف نفرح في مواصله جيته نستقبله بالعود والدلال قبل تحيته وله علي قدر ابدا بذكر الله قبل بدع الجزائل ثم الصلاة على النبي ما هلت المخايل ومبارك ظهر ومن بعدها يا مرحبا كل القبائل في حلة اهل الطيب مركز الجمايل اهلا بمن حضر الضيف نفرح في مواصله جيته نستقبله بالعود والدلال قبل تحيته وله علي قدر عند الكريم الشاه معايب شيخنا رمز الكرم مدهالنا اللي له عنا وله صيت شهر شيخ عريب الساس من بيت كرام عميد الساده كف وله علي مقام يا رمز المراجل والمكارم وانت كسب النعم بالفعل والعزايم تستاهل القدر واخوانك احزامك هل الفزعات والوفا حسن عضيدك سيف بالمواقف يوصفا مهاب من الخطر وخالد وعمر نشامى فيهم اعتزي رافع وظافر لهم الصف الاول مركزي مقابيس الظفر ومحمد وعلي تنوم سنافع دايم يتبع دروبهم للعز والفخر وعيال عمك نبتغى الشجعان حيهم درع القبيلة بالمواقف ما حدا ندهم ثم العدى القهر سلامي يا السادة يا العمر هل الفعول وهلا المجاد سلايل الرسول الماضي الدهر يا العز اللي ترهب الدخيل والعدى لثارت الهيه ووقفتهم مثل قمة شدة في حزة والنعم